هو فلسفة الشهر تدور حول كلمة واحدة وهي الفرصة. فرصة. الفرصة. الحياة فرص. حياة فرص في العمل، فرص في التعلم، فرص في الزواج، فرص في الأرزاق، وكمان فرص في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ربما الأمم السابقة كانت أعمارها طويلة. لما احنا نقرأ مثلا في سيرة واحد من الأنبياء السابقين وهو سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم إن لبث في قومه في دعوتهم بس ألف سنة إلى خمسين. طب هو عاش قد إيه بقى؟ الله أعلم، مش عارفين. يعني الدعوة بس 950 سنة. 950. هو عاش زيهم أكتر منهم أقل، مش عارفين، لكن أعمار طويلة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يجبر بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام في أمته، إن بحيث إن هم يحصلوا الأمم السابقة فعمل لهم فرص. أنا بشبه الفرص دي تشبيه لطيف كده يقرب الفكرة للأذهان. عارف حضرتك لعبة السلم والتعبان؟ طبعا. في لعبة السلم والتعبان لما بتقف على مربع معين بتلاقي سلم يقوم مطلعك عدة درجات لفوق، فتسبق بها لسه بادي معاك. فكذلك هي هذه الفرص. شهر رمضان أحد هذه السلالم في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. الفرصة اللي بيها الإنسان يستطيع أن يجبر عمره القصير بالنسبة للأمم السابقة بأنه يحصل